نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلى صلح حمادي ضيفة شرف على نادي الصحافة. حلت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى صلح حمادي ضيفة شرف العشاء السنوي لنادي الصحافة في حضور النائب نعم طلق بنصر ممثلا الرؤساء الثلاثة. بات لبنان أرض الازدهار لقلة وأرض العوز لكثرة وغلاء في المعيشة ورخص في الأرواح. الديمقراطية توسعوا في ممارستها حتى أوصلوها إلى الفساد، وهذا خطأ الساسة. الحرية بالغوا في استعمالها حتى أوصلوها إلى الفوضى، وهذا خطأ الصحافة. وعذرنا أنهم أعطونا الطائف وأخذوا منا الميثاق، ميثاق بشار الخوري ورياض الصلح، أي جهاد حتى الاستشهاد ضد الانضمام إلى سوريا أو الالتحاق بفرنسا. أما جهاد اليوم فهو الوقوف في الوسط بين إيران وأمريكا، والنائب النفس، لأن الشجاعة تطرف بنظر الوسط، ولكن الوسط غير مطلوب بين المواطن الأعزل وتاجر السلاح، بين المواطن المريض وتاجر الدواء. تحية إلى شهداء الصحافة، وأخص بالذكر الغالي على قلبي جدا جبران تويني. حفظ الله لبنان منبرا وطليعة ومنارة. وقدم رئيس النادي يوسف الحويك درعا تقديرية إلى الوزيرة الصلح تكريما لها ولعطاءات مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية في حضور عدد من الشخصيات السياسية والأعلامية والفكرية.